تعاقدت على استيراد عربيات من الاتحاد الاوروبي بدون جمارك، رايح هو انا ما اعرفش صراحة ده هيأثر على سعر العربيات المفروض، يعني لان هي اصلا قيمتها دلوقتي اعلى من قيمتها، يعني سعر العربية اصلا مش حقيقي. في نفس الوقت العربيات هتكتر جدا والدنيا زحمة اصلا، فهو سلاح ذو حدين، انا مش عارف اذا كان صح ولا غلط. تمام، هيغنوا عن جشع التجار، العربيات كل يوم بتزيد وكل تاجر بيبيع بمزاجه. لو منع لو سمحوا للناس ان هي تجيب عربيات من بره من غير جمارك، اللهم ان هنا التجار هتتقل شويه في الناس، لان كل يوم والتاني الاسعار بتعلى، العربيات القديمه بقت زي الجديده كله بقى اسعاره صعبه. انت تجيبي عربيه رخيصه ده مصلحه ليا ولابني ولكل مواطنين. يا ريت الكلام ده كان من زمان. الغلاء اللي احنا عايشين فيه ده، وان انا اجيب عربيه بنص مليون و2 مليون ده، ما طبعا الكلام ده مضلع قوي، لان الحياه بقت غاليه جدا والناس تعبانه. لما تشيل الجمارك من العربيات والناس كلها تركب عربيات رخيصه، يبقى زينا زي الخليجيين بالظبط يعني. طب ما كويس ده، ليه احنا ما نرجعش للثلاثينيات والاربعينيات؟ ما احنا كنا بنسمع زمان ان العربيه كان زمان ب 400 جنيه و 500 جنيه و 300 جنيه، والناس كلها كانت عايشه وكانت مبسوطه والدنيا كانت حلوه. ما دام الناس بتستغلنا والسواقين بيستغلونا والعربيات الاجره بيستغلونا بيستغلونا، طب ما انا كل واحد عنده عربيه، طب ما ده كويس مش وحش. حلو مش وحش. ليه؟ هتنزل اسعار السيارات كلها. والله اللي انا سامعه اساسا يعني بيقولوا في جمارك حاجات هتنزل، تمام، بس هيبقى في سعر اقل. اللي انت بتقوليه انا اول مره اسمعه الصراحه، وهو اساسا مثلا لو حاجه مخفضه زي ما انت بتقولي حاجه كويس. بس المشكله في حاجه برضو عندنا هنا، التكاثر بتاع العربيات بقى كتير جدا، وطبعا الحكايه دي مثلا لو حصلت هتبقى المشكله كبيره جدا عندنا، ومش هيبقى مثلا ليها حل. لا معاه. ليه؟ على اساس ان العربيات غليت بطريقه فظيعه. يعني العربيات الجديده دي مش بتاعتنا، اللي هي ان العربيات اللي فوق 2017 2016 العربيات يعني مش محتاجه، غاليه. اما العربيات الضعيفه اللي زي الفيات وال 32 والبيجو وكلها عربيات في الثمانينيات، لما يحصل كده العربيات دي ممكن تتكهن، اصبح البلد يبقى فيها طاقه ان العربيات تقدر تمشي.